دكتور محمد راشد، مدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك استاذ ايهاب وكل السادة المشاهدين. دكتور محمد، ايه اهم ما في حزمة التسهيلات الضريبية واللي ممكن بجد يدعم مجتمع الاعمال ويعطي ثقة اكتر للمستثمرين ويعطي شراكة حقيقية ويفتح صفحة جديدة على حد تعبير وزير المالية بين المستثمر وبين وزارة المالية سواء كان مصري أو عربي أو أجنبي؟ الحقيقة أن وزارة المالية بتحاول أن هي تعمل حزمة تسهيلات ضريبية بتعتمد بالأساس على إقرار نظام ضريبي مبسط. تبسيط النظام الضريبي مهم جدا 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 في زيادة الحصيلة الضريبية، يعني مش لازم أن أنا أرفع سعر الضريبة عشان أزود الحصيلة، ممكن بنفس سعر الضريبة ومع تبسيط الإجراءات ومع عودة الثقة مع الممولين ومحاولة الدولة مرة أخرى فتح صفحة جديدة مع بعض الممولين اللي ليهم نزاعات ضريبية مع مصلحة الضرائب، بنبدأ نفتح صفحة جديدة، نبدأ ثقة للممولين، تبسط الإجراءات الضريبية، حتى هيتعمل مشروع تسهيلات ضريبية نظام متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناثرة بحيث انها يكون لها نظام متكامل خاص بيها. هذا النظام بيصل بها الى حجم بالنسبة للمشروعات اللي حجم اعمالها قد يصل سنويا الى 15 مليون جنيه، وده يمكن ده مهم جدا. ليه؟ لان اصلا معظم المنشآت اللي موجودة عندنا يا اما صغيرة يا متوسطة يا متناثرة. هذا يعني عدد المنشآت 15 مليار ولا مليون؟ مليون، 15 مليون جنيه. طب حجم الشركة الواحدة المتوسطة ميزانيتها في حدود من 10 ل 20 مليون جنيه. ما هو ده المعيار اللي هيتم الحكم بيه على نوعية النشاط. يعني النشاط اللي هيبقى بيتجاوز حجم أعماله ال 15 مليون جنيه سنويا هيخرج من دايرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تمام تمام. طيب خليني أسألك عن اللجنة الوزارية اللي تم تشكيلها بقيادة وزيرة التعاون الدولي بقى والتخطيط والتنمية الاقتصادية اللي هي دكتورة رانيا المشاط، اللي كان أول اجتماع ليها بالأمس، يعني ممكن نشوف أن وجود الوزراء المعنيين والتعديلات اللي أجريت على قانون صندوق مصر السيادي وتم الموافقة عليها بشكل مبدئي في مجلس الشعب امبارح، بتشوف أنه ده يساعد ازاي للرواد الاعمال وهذا المجتمع اللي عايزين ننميه بقوة في مصر؟ هو الحقيقة ان احنا بنسابق الزمن في الوقت الحالي على وجه الخصوص. أي. من اجل تدعيم الاستثمار سواء بشقاي المحلي او الاجنبي. ليه بقى التوقيت مهم جدا؟ اولا لان دلوقتي بدأ الفدرالي الامريكي يخفض اسعار الفايدة. أي. فما بدأ وبالتالي مدام دورة تخفيض اسعار الفايدة بدأت هتبدا رؤوس الاموال الاجنبيه تخرج تاني من حدود الخزانه وادوات الدين الامريكيه وترجع تاني للدول الناشئه زي مصر زي ما خرجت سنه 2022، يعني تبدا ترجع. فبالتالي احنا محتاجين نهيئ المناخ التشريعي وده مهم جدا، وكذلك الاطار المؤسسي يبقى فيه نوع من المؤسسيه والحوكمه من اجل جذب هذه الاستثمارات وعودتها مره تانيه، بحيث هذه الاموال لما تخرج من ادوات الدين الامريكيه والاستثمار في الدولار وبالتالي تحب انها تعود الى الدول الناشئه مره اخرى، يبقى احد الدول الجاذبه لهذه الاستثمارات تبقى مصر، وخاصه ان احنا عندنا بالفعل بنيه تحتيه قويه، ولكن بنحاول ان احنا نهيئ مناخ الاستثمار. يعني اللجنه الوزاريه دي مسؤوله عن اللجنه الوزاريه لرياده الاعمال مسؤوله عن كل الاستثمارات مش بس الصغيره والمتوسطه، ده اللي انا فاهمه من كلامك. بالظبط، لان جزء مكون اساسي من اللي بتشتغل عليه الدوله الفتره الاخيره هي تمكين القطاع الخاص وزياده دوره في التنميه الاقتصاديه، ده مهم جدا. ولذلك تمام. طيب خليني اسالك اخيرا بقى على موضوع ال 200 جنيه اللي نزلوا صورتها على ان مصر طبعت 200 جنيه عليها 8 اكتوبر، مش عارف باماره ايه، يعني اشمعنى 8 اكتوبر 24؟ ايه بالظبط القصه دي؟ هو الحقيقه انا بفسر اللي حصل ده بعد النفي طبعا
اللي اعلنه البنك المركزي في العديد من الصحف ان هذه الورقه النقديه تخص سنه 2023. هو عايز يعني انا بفسره سبب من اثنين لا ثالث لهم. يعني السبب الاول نوع من هز الثقه في الاقتصاد وتشكيك الناس في العمله بتاعتها، وبالتالي هز الثقه في الاقتصاد، وده جزء من مخطط وارد جدا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في ذكرى انتصارات اكتوبر، وفي الوقت اللي القطار الاول قطار مصري يصل الى بئر العبد منذ اكثر من 50 عاما. ده رساله في منتهى الاهميه. الحاجه الثانيه لا خلينا في الاولانيه علشان انا شخصيا ما فهمتش. طب ايه ازاي ورقه زي دي لما تنتشر بشكل كبير تهز الثقه في الاقتصاد المصري؟ ما هو لما دلوقتي هتم تداول ورقه ماليه مكتوب عليها 8 اكتوبر ولسه ما جاش 8 اكتوبر، ده معناه ان في هناك اوراق نقديه مزيفه داخل الاقتصاد المصري، وهذا غير صحيح بالمره. وبالتالي ده معناه ان قيمه العمله هتقل مع انتشار هذه العمله المزيفه، وبالتالي تبدا الناس تتشكك في العمله اللي بين ايديها. تمام، ده جزء من المخطط. تمام. السيناريو الاخر هو نوع من الهوس السائد في هذه الايام، وهو هوس الترند. فكره الترند ان انا اطلع اي موضوع بحيث ان يبقى ترند. ودلوقتي احنا بنقعد بنشوف مظاهر كتيره للترند، ان في ناس بتعمل حاجات غريبه جدا لمجرد بس ان تبقى ترند، لا اكثر ولا اقل. ما عشان يحرمك من ترندات اخرى بقى. انت بالضبط. انت راجل بتحتفل ب 6 اكتوبر وعندك جيوش مصطفى كل يومين بنتفرج على كم هائل من المعدات العسكريه ومهارات رائعه لاولادك الجنود والضباط وصف الضباط، فطبعا اي حاجه تلهي بقى. بالظبط حاجه بقى مطعم كباب يعني. ورقه 8 اكتوبر بتودي نفس الهدف يعني. اي هري يعني. طب اشكر سعادتك يا فندم جدا على وجودك معايا دكتور محمد راشد، مدرس بكليه السياسه والاقتصاد جامعه بني سويف.